احيانا بالحياه نتعرف على ناس ياذوننا، يجرحوننا، يضايقوننا، يعورون قلوبنا، بس الله سبحانه وتعالى لحكمه. في درس قاعد نتعلمه بعد كل صدمه. عمرك لا تمر بتجربه وتطلع منها وتقول انا خسرت. انت حتى لو كانت خسارتك ماديه، انت اكتسبت شيء زادك صلابه وزادك قوه وعلمك درس. يا اخي الشخصيه شلون تنصقل مو من المصايب اللي حوالينا؟ انت شلون تتعلم اذا ما انطقيت؟ شلون تكبر؟ شلون تنضج؟ شلون تعرف معاد الناس؟ مش طفولة تعيسة، مريت بتجربة فاشلة، شيء ضايقك، شيء زعلك، كل شيء يمر عليه في الحياة يعلمنا، يسقلنا، يربينا. من كذي تظل إيجابي، لأنك تدري إن حتى لو في مشكلة الله سبحانه وتعالى عنده حكمة. عشان كذي حط هالشيء بطريقك عشان تتعلم شيء. ما أبي أتكلم وايد، بس والله هذه شغلات صغيرة، يعني لما الواحد يؤمن فيها بحياته شكثر تتغير حياته وايد. الناس اللي دائما تطالع لين تغيرها، الناس اللي دائما شغله بالها بحياه غيرها، الناس اللي وايد تهول الامور وتكبر الامور وتبالغ برد الفعل، والله ما يرتاحون بحياتهم. والله عكس الناس الايجابيه البشوشه المتفائله اللي تشوف الزين حتى بالشيء السيء.